ناكل مغاوير. ريان بدنا نقول لك بونجور على الموقع خبر عاجل. نحن اليوم بموقع التصوير بساحة الشهداء ببيروت. طبعا شفنا مغاوير وجيش وهذا كله بيمحي انه عم تحضر الأغنية لعيد الجيش وعيد الاستقلال. خبرنا أكثر عن الأغنية، مع مين تعاونت فيها وتفاصيل أكثر. هي أول شيء أغنية وطنية مثل هي غنية جت فكرة إهداء لفرج المغاوير. وأكيد غنية هي حتنعرض على عيد الجيش بواحد أب، وكمان رح تاخد طابع وطني حتى حتى على عيد الاستقلال كمان ممكن. الفكرة إجت فكرة من مدام سوزي، عم عندها إلقاء شعر كمان حيكون وبالتعاون مع المديرية العامة كمان. وهون بالأخص ذكر العميد شامل روكوس، نشكره على الدعم اللي قدمنا إياه. وهو عمل يعني متكامل، جمع بين يعني هو اهداء للجيش وفيه شعر وفيه موسيقى وفيه مغنى، وانا دوري هلا مش هقوله، رح اعطيك سوربريز بكره للمشاهدين. انا بكون اي طفره راح شهيد مع الجيش، وانا بكون بدي اسافر لبرا، وبلحظه امي بتطلع فيا برجع بقتنع ابقى بوطني، برجع بلتحق مع المغاوير. هاي الفكره. واكيد توزيع الموسيقى كارينا من عيد، اخراج مين؟ واخراج كمان بالتعاون مع كارينا عيد ومدام سوزي الحاج كمان اكيد. وان شاء الله لهلا العمل كثير. شو اسمه طيب؟ شو اسم الغنيه؟ ما عرفنا. بنقله؟ بدك سوربريز؟ لا حصريا على الخبر عاجل. سما لبنان. اها مش هيك لابس ازرق مبدئيا. هي من بعد عمل شقيقة. من بعد عمل؟ بعد شقيقة بتبنت بعد شقيقة مدام سوزي. اها هي هلا عم تعمل. حلو. طيب خبرنا كيف كانت اصداء اغنيتك الاولى من بعد ما انتشرت عبر الشاشات العربية؟ كتر خير الله الاصداء، يعني الغنية حسيت اخذت حقها كثير، اندعمت على الرجوات. وكمان هون بدي اشكر قناه ميلودي افلام وصوت الغد وكل الاذاعات اكيد اللي دعموني، ما بدي انسى حدا، كلهم بشكرهم شخصيا عن جد. اخذت صدى كثير حلو كاغنيه كلاسيكيه، يعني حكى فيها وصار في عليها فيورز على الانترنت كمان. حلو. برايي انا كخطوه اولى كانت خطوه كثير ناجحه. ريان البعض راهن انه ريان حيعمل اغنيه ويوقف، يعني انتاج ضعيف او ما في انتاج او شيء. اليوم عم بتاثبت لهم العكس، انه لا كلامكم مش صحيح، ريان مستمر. هذا دليل على الاكبر انه انت موجود اليوم بالساحه بتصور اغنيه. صح. هلا مثل ما بتعرف الانتاج صار مشكله شوي، شركات الانتاج كثير قلت، بس كتر خير الله طول ما في عنا الاخت كارينا على ظهرنا يعني، والاهل كلهم داعمين، وخاصة الفانز يعني والجمهور. أهم شركات الإنتاج عليه. صح أكيد. وكمان طول ما تشوف الجمهور دائما وراك وداعمينك ومبسوطين بعملك الأول، هذا الشيء بحمسك تشتري شيء ثاني. حلو. وكتر خير الله من أول عمل عملنا كثير أشياء حلوة، حفلات وأشياء هيك. كنت موجود كثير بمهرجانات وبمدارس. صح. بجامعات. صح. مؤخرا بالأنديو وغيرها. صح. قديش هذا الشيء كثير حلو إنك توقع مسرح وما صار لك فترة عمله أغنية. صح. بالعكس انت هذا دليل انك العالم عم تحب شو عم تعمل. صحيح. وبالنهايه يعني رصيده للفنان من العالم. صحيح. كثر خير الله لهلا فيدباك كثير حلو على كل شيء عم بعمله. نحن بالنهايه بدنا نتمنى لك التوفيق ومتابعينك عالميا لحظه بلحظه ان شاء الله. وخبرنا عن اجنده 2011 الصيف، هل في ممكن يكون في حفلات؟ اكيد اوريدي عملنا البوكينجز، اوريدي صار في كثير بوكينجز نعمله لمهرجانات
بلبنان وفي برات لبنان كمان. استجول هلا كثر الله كثير منيح، اقل من ما كنت مستنزل صراحه. استجول كثير معبى وفي مهرجانات شارك فيها، هذا كان سوربريز. وبقول لك اكيد حصريا عبر خبر عاجل. بقول لك طب حصريا عبر خبر عاجل لانه كل القراء عنا بحبوه بدهم يسمعوا اكشي من الاغنيه هيدا سطر او سطرين. حصريا هذا حصريا خبر عاجل. سوالي زعل راجع راجع يتعمر، راجع لبنان راجع متحلي واخضر اكتر ما كان. وهاليابا هاليابا راجع لبنان، هاليابا هاليابا راجع لبنان. شكرا. بس احنا بدنا غنيتنا. اي غنية جديدة؟ جديدة هيديك صعبة كتير، هيديك صعبة، هيديك السربريز. وين الشعر سوزي؟ شعرت هي عصت يمكن بركي نقدر نطف منك يعني اذا بدك. شوف يلا عصت بدنا نسمع شيء من اللي عندك يعني تجديده بعد ما بعد ما حط صوته عليها بعدنا عم بتمكن منه اكثر. اخر كلمه بحب اقولها لك بكل راحه بالعاجل. اول شيء بدي اشكرك استاذ زكريا، دائما انت متابع الاخبار. بدي اشكر الخبر عاجل للطام، وبقول لجمهوري لكل العالم اللي عم تحضر انه ان شاء الله اللي عم بعمله يكون على قد المسؤوليه ونال اعجابكم، وخليكم تيوند على خبر عاجل نمبر 1. ثانك يو.